قيادي جنوبي يكشف عن بنود لم تنشر في اتفاق صنعاء والرياض، وهذا ما طلبه العليم. إليكم التفاصيل. كشف قيادي جنوبي اليوم عن أهم البنود الواردة في اتفاق صنعاء والرياض التي غاب عنها أي تفصيل يخص رشاد وحكومته. وأكد القيادي عادل الحسني رئيس منتدى السلام أنه لم يكن لرشاد وحكومته سوى مطلب طرح عن طريق الوفد السعودي، وهو فتح طريق الحوبان. وساخرا من هذا الطلب قال: وليته ارتقى أكثر وطلب بفتح منشأة بلحاف ومطار الريان. وكان الحسني قد نشر أهم البنود التي خرج بها الحوار بين صنعاء والوفد السعودي بوساطة عمانية، ومنها وقف مستمر لإطلاق النار وطلعات الطيران والمسيرات، دفع كافة المرتبات المدنية والعسكرية، زيادة رحلات الطيران وفتح الطيران المباشر لوجهات إضافية، رفع القيود عن سفن الوقود والمواد الغذائية، فتح الطرقات وعلى رأسها مأرب صنعاء، إيرادات مبيعات النفط تذهب إلى البنوك اليمنية وليست البنوك السعودية.